أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل وغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله وساعة مباركة. اليوم راح نستكمل حديثنا عن هذه المجلة، مجلة الوطن الرياضي، 19 ديسمبر 1993، وناخذك إلى الصفحة المحببة لي ولك في هذه المجلة اللي هي الرياضة في الماضي، إعداد المؤرخ القدير فؤاد المقهوي أبو خالد. طبعا بداية لعبة كرة القدم في الكويت، تكلم كان محمد سالم سديراوي من كبار تجار الكويت في منتصف العشرينيات، وقد كان سديراوي يقيم في الهند بصفة شبه مستمرة، حيث كان يباشر شؤون تجارية تجارته ويدير في نفس الوقت أعمال الشيخ مبارك الصباح، وكان شقيقه الأصغر فهد سالم سديراوي يزوره بين وقت وآخر، أنا أعتقد ولده فهد، هذا ملعبك هوازي، إيه أعتقد فهد يعني أعتقد ولده يزوره بين وقت وآخر، فينزل في داره ويقضي وقته في مشاهدة المناطق السياحية والأثرية، وهناك تعرف فهد على بعض الشباب ممن هم في مثل سنه، فوجدهم يمارسون في أوقات فراغهم لعبة رياضية جميلة، هذا بالهند، ومثيرة يبذلون فيها كل ما تمتلئ به عروقهم طبعا. وشاهد فهد سديراوي أيضا جنود الاحتلال الإنجليزي، جنود بريطاني، يمارسون نفس اللعبة ويقيمون مباريات فيما بينهم، وتحضر هذه الرياضة أعداد غفيرة من المشاهدين الذين يتابعون اللعب باهتمام بالغ طبعا، وانبهر في طريقة التشجيع يعني والتهليل طبعا، وتعلق الشاب الكويتي فهد سديراوي بهذه اللعبة اللي كان يعرف اسمها فوتبول، أي كرة القدم. وقد كان يرى بعض الشباب في أحياء مدينة الكويت يمارسونها وقت القيلولة وقبيل الغروب، لكن دون دراية بأصولها وقواعدها، دائما كانوا يتناقلون فيما بينهم كرة بدائية صنعوها من بقايا الملابس القديمة وحتى من القش، يغذفونها برؤوسهم أو أرجلهم وبيدهم طبعا، ايضا لا يلتزمون موادئها الاساسيه، لهم كانوا يجهلون كل شيء عنها. عاهد فهد سديراوي نفسه ان ينقل اللعبه باصولها وقواعدها الكويتيه، وبالفعل عندما عاد الى وطنه عام 1932 اجتمع بعدد من زملائه ومعارفه واقاربه وحدثهم بما شاهده في بلاد الهند، واعلن لهم عن امله ان يراهم يمارسون كره القدم كما يمارسها الناس خارج الكويت. ووجه فيهم فهد طبعا استعدادا طيبا لتنفيذ فكرته، فقد كان حماس الشباب يعني كانوا متحمسين بفهد، وطبعا وشرع الشاب فهد الزيراوي في تكوين يعني قام في تكوين اول فريق منظم بفهد يمارس كرة القدم بالكويت، وتولى هو مهمة تدريب الفريق الذي اتخذ ملعبا من القضاء خلف قصر نايف، هذا الملعب المعارف القبلي، أيوة قصر نايف الحالي اللي هو الصالحية داخل السور القديم، وجرى تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تلبس قميصا عليه وشاح أحمر والثانية وشاح أخضر، وهكذا شهدت الكويت طبعا يعني أول فريق تشكل. ومن أعضاء الفريق الأول لكرة القدم عام 1932 فهد سالم سديراوي، أعتقد فهد محمد سالم سديراوي هذا اعتقادي، أحمد العنجري، جعفر ضويحي، هم أعتقد في كمون ضويحي، علي المسعد، جاسم سديراوي، حمد صالح الحميضي، عبد اللطيف المحميد، محمد البراك، أحمد رزوقي، داود رشود، أحمد عيسى السعد، عبد الله عبد اللطيف العبد الجليل،
أحمد إبراهيم العتساني، أحمد زيد السرحان، صقر القضيبي، محمد رفيع بابهاني، عبد الرزاق العنجري، سالم الزدراوي، محمد صالح العتساني، عبد العزيز صالح الجناعي، عبد العزيز أحمد الجناعي، محمد عبد المحسن الخرافي، عبد الكريم محمود الجسار، وأحمد الفوزان، عبد الله حاجي فرج، وبدر الشيخ سعدول الجناعي، وعبد المنعم ابن عيسى. ايش رايك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقيه الحلقه؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا ما لازلنا مع مجلة أو ملحق الرياضي في جريدة الوطن. نعم طبعاً أبو فهد، يعني هذا الكلام اللي هو أول فريق كرة قدم، أنت ذكرت استشهدت في أحد الحلقات في موسوعة الأستاذ طبعاً باحث القدير مرزوق العجمي. نعم. اللي هو طبعاً موسوعة ضخمة تكلم فيها عن بداية كرة القدم في الكويت وعلاقتها طبعا اللي هي الازرق الجذور والتاريخ، اعتقد بوارج البريطانيه اللي كانت تاتي الى الكويت، يعني بالادله والبراهين والوثائق، يعني انا بوجهه نظري يعني مفخره لنا، يعني مفخره للكويت صراحه. أيلا. انت الكتاب لما تشوفه يعتبر من A to Z، طبعا لغايه 2015 اتكلم عن كتاب شامل أيلا. عن كره القدم من أول ما بدأت في الكويت، يمكن هو كاتب 1903 أو 1902 والله ما أذكر، إلى غاية 2015 بالأدلة والبراهين، كتاب يعني رجل شهادة لله تعب في مرجع يعني نعم. أنا بوجهة نظري يعني خلاص أي شخص يبي يهتم بالرياضة في كرة القدم أو بيرجع لمعلومة بالتاريخ بالدقائق بتشكيلة الفريقين، يعني مغطي كل شيء، يعني والكتاب هذا لازم يكون له يعني بين كل فترة طبعة جديدة، ولا أساس إنه يصير له أبديت يعني لا. الكتاب، لكن إحنا نوجه رسالتنا للمهتمين والقائمين في الدولة، وإحنا نعرف إنهم يعني سباقين للدعم الشباب ودعم المؤرخين والموثقين، شخص مثل مرزوق العجمي يجب أن يتم دعمه في الكتاب هذا بالذات. وأنا أوجه الرسالة إن شاء الله المسؤولين وما يقصرون إن شاء الله. طبعاً هو أبو فهد البوارج البريطانية فعلاً يعني أعتقد يعني هي اللي شعلت الشرارة الأولى لطبعاً دخول كرة القدم إلى الكويت، وأنا عندي بعض التذاكر يعني خلينا نقول في الأربعينيات والخمسينيات اللي فيها بعض المباريات التجريبية بين منتخب الاتحاد، وقتها كان طبعاً في خمسينيات القرن الماضي منتخب البارجة وفريق البارجة البريطانية. فهذه البوارج كانت قابل فريق الاتحاد. شوف أبو غازي، دائما أي شخص أو أي جالية تروح لدولة ثانية تنقل ثقافتها وياها، يعني سواء بالطبخ بالأكل بالعادات بالتقاليد بالألعاب، هذه كل الألعاب اللي قاعدين نشوفها هذه عبارة عن من دول، يعني كرة القدم معروفة من 1860 أو 70 في بريطانيا. نعم. فأكيد هذه تعتبر لعبتهم الأولى واللعبة الشعبية الأولى، فتنتقل معاهم مع البارجات شو اسمه البريطانية ويلعبون، فلما يدشون الدول اللي يكونوا موجودين فيها من ضمنها دولة الكويت كانوا يلعبون يعني. نعم طبعا بعدها في الخمسينيات تشكلت الفرق، احنا تكلمنا يعني عن هذا الأمر مرات عديدة، يمكن وكان فرق الأحياء يعني وقتها. صحيح. يعني كان في حي القبلي والحي الشرقي وحي المرقاب، فهذه الفرق أبو فهد اللي بالخمسينيات هذه يمكن كانت مرحلة ثانية بعد تأسيس. صحيح. أنا شد نظري هني اللي هو عدنان السيد، كانت له زاوية اسمها يا سامعين الصوت. يا سامعين الصوت تكلم طبعا عن بطولة مجلس التعاون الخليجي، تكلم طبعا عن يعني عن البطولة طبعا. أنا بس اتخذ العربي شعارا في هذه البطولة ليس من أجل الفوز بل لرد الجميل، هذا هو الشعار الحقيقي. صحيح. لهذا التجمع، فقد جاء اتخاذ هذا الشعار تجسيدا للتعاون والإخاء والتكاتف والتعاضد المتمثل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون
خصوصا بعد طبعا الغزو العراقي. طبعا انا اتكلم هنا قبل كان لنا كتاب رواد كنا يعني يوميا نحرص على كتاباتهم وارائهم، مثل ابو مؤيد عدنان السيد في زاويه يا سامعين الصوت، وعلامه تعجب كانت اعتقد عند رحمه الله عليه فيصل الجناعي، ايضا سقط سهوا ابو نصار جابر نصار، على المكشوف مطلق نصار، ايضا الصج ينقال للكاتب والناقد المشاغب وقتها اللي هو جاسم مشكراني ابو محمد مسي عليهم بالخير. نبي وصلنا التجوري ابو غازي، صوره عدنان السيد. إيه بس انا قبل عدنان السيد احنا دائما نتكلم عن الوطن الرياضي، ما تكلمنا عن اسره التحرير. حلو. فانا ودي اتكلم عن رئيس التحرير جاسم محمد المطوع، مدير التحرير عدنان السيد، اعداد هذا فريق الاعداد صادق بدر، فيصل معرفي، محمد رضا، وفتحي طبعا، وجمعه الجمعه، وعبد الرضا السماك، فؤاد رضوان، وطبعا مخرج فني صالح محمد. طبعا هذه يستاهل ابو مؤيد. اي بس انا عندي صوره ثانيه بعد، يعني انا ودي هذه طبعا احدى المباريات اللي كانت بالخمسينيات. حلو. شوف الجمهور شلون ابو فهد يعني، وشوف العرضات فوق بعد. اي يعني وهذه هم الصوره اللي فوق. يلا هالمره مخرجنا اول مره يمكن نعرض نعطيه ثلاث صور تجولي. يستاهل. يعني هذه اللي تحت شوف الجماهير، واللي فوق شوف العرضات، وشوف الجماهير ترى ما في مدرجات. صحيح. خلف كلها كراسي يعني خلف الملعب، هذا يعني ولا في حاجز. صحيح. يمكن لو واحد يفتلت على لاعب. صحيح. اعزائي المشاهدين وصلنا نهايه الحلقه، تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد العبد الجليل، الى نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.